الآن الرئيس تبون أمامه فرصة من ذهب، يا إما أنه يفكر في مصلحة الجزائر أولا وقبل كل شيء، ويغير تغيير جذري الذهنية والفريق، ويستعين برجال دولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. رئيس تبون الآن مخير ما بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنه يستعين برجال دولة، خبراء في المجال السياسي، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، المجال يعني هذه المجالات الحيوية، ليحافظ على أمن واستقرار البلاد وعلى مستقبل الجزائر. أو الاحتمال الثاني، يعلن فشله وبالتالي يسلم الأمانة للجيل القادم اللي هو جيل الشباب، ويترك كما يقول لك الناس الجزائر في أيادي آمنة، وعدنا ثقة في رجال الدولة. نعم، عدنا ثقة في رجال الدولة الذين حموا وسيحمون الجزائر من أي مخاطر، من أي انزلاق. أمور واضحة. تبون أمامه فرصة من ذهب، إما أنه يستعين برجال دولة ويصلح عليه الزبل هذا الزريبة اللي عنده، ويستعين برجال دولة وما يجيبش هذاك تعبوه مرقع يرقع هذه في هذه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه إصلاح ما يمكن إصلاحه نسيناها، لأننا لم نصلح شيء. إذا الآن رانا في المرحلة الثانية اللي هي أخطر من الإصلاح، وهي إنقاذ، لأنه إحنا من الأول كنا ننادي بإصلاح الوضع الفاسد، الآن للأسف الشديد أنا دخلنا في مرحلة الخطر وهي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الأمور على المستوى الخارجي خاسرين، ما كسبنا حتى شيء، على المستوى الداخلي كارثة، لم نحقق لا استقرار داخلي ولا استقرار أو قوة خارجية للأسف الشديد، لم نحافظ يعني ما ناش كما لازم الحال، ما لازمش. إذن لا نتلاعب بمصير الدولة. إذا كان رئيس تبون غير قادر، يعلن صراحة أمام الشعب الجزائري، يقول أشكركم على الثقة التي منحتموني إياها طوال 5 سنوات، للأسف الشديد لم أحقق شيء، للأسف الشديد لم أحسن من الوضع الفاسد، للأسف الشديد لم ألبي طموحات الشعب الجزائري وحتى طموحاتي، حتى هو طموحات أمانيه اللي كان يحلم بها التبون، للأسف لم يحققها، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي، على المستوى السياسي ركود. الوحيد الآن اللي راه ينشط بكل حرية ويهضر وكذا هو بن قرينة، لأنه الآخرين جو يهضروا قال حبس تهضرش، خلي بن قرينة برك، حوسوا بن قرينة هو اللي يظهر في الصورة كمنقذ، وبالتالي الناس تولي لا مش هذا هو. وبن قرينة يغير المقر تاعو من دراريا يروح لدير إبراهيم في قصر جديد باش يحضر الانتخابات الرئاسية، نقول له تغيير المقر يا سي بن قرينة لن يغير من الأفكار ولن يغير من المخطط، لأنه كاين واحد الملاحظة أنا شفتها مهمة جدا قالها بن قرينة، قال وكذا وهذا المرحلة الإرهاب ومرحلة كذا وكذا طويناها بقانون المصالحة الذي لم يتم، يعني بالرغم من أنه لم يتم ترقيته وعدنا عليه ملاحظات ومؤاخذات وكذا وكذا، هذا كلام مهم ومهم جدا، كلام مهم وخطير، عندما يقول أنه طوينا صفحة الماضي من خلال قانون المصالحة الذي استفتى فيه الشعب ووافق عليه الشعب بالرغم من بعض الأمور التي لا نقبل بها. وش معناتها؟ معناتها بن قرينة يتحفظ على قانون المصالحة، وإذا كان أصبح رئيس أو نائب رئيس سيغير من قانون المصالحة لصالح من؟ لصالح الإرهابيين، أنه يعيد الاعتبار للإرهابيين ويرجعهم من ذوي الحقوق. معناتها لو بن قرينة يرجع رئيس نولوا الإرهابيين اللي كانوا قتالين نولوا يطالبوا بمنحة الشهداء ومنحة المجاهدين، معناتها الإرهابيين ولوا مجاهدين في نظر بن قرينة، وولوا من ذوي الحقوق، يسموهم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق،
اليوم الارهابيين، معناتها واحد ارهابي اللي كان يقتل ويذبح في الناس، وكما قال وسموه مدني مزرق هذا قال حكمت واحد ذبحته ناحيه الكراش تاعو، يولي من ذوي الحقوق هو وبوضياف وسموه الله يرحمه والاخضر بورقع وكذا، كيف كيف نفس الحقوق، مجاهدين ندخلهم في قائمه المجاهدين ذوي الحقوق، ويولوا يطالبوا اعطيني وسموه طوريزاسيو باش نفتح تبرنا ونفتح قهوه ونفتح طاكسي وكما يدوا المجاهدين ذوي الحقوق. ولات الارهابيين ولات شهداء ابناء، يقول لك هذا وليد شهيد، ما تقولش وليد ارهابي، هذا راه ابن شهيد من ذوي الحقوق، ابوي راهو شهيد، شهيد في سبيل ماذا؟ كان يحارب ارهابي قانون عطالو شهيد. فهمتوا الشيء اللي لازم تقراونه؟ السيد كيقول لك المصالحه ناقصه وما عجبتناش، معناتها هناك نية للمراجعة قانون المصالحة لصالح الإرهابيين. بكل تأكيد بن قرين مش راح يخمم في المعطوبين وجماعة العشرية العسكر وأشباه، ما مش راح يخمم في الباتريوت بصراحة، هو نيته يخمم في علي بالحاج معاه باش يكسب الوعاء تاع جبل الإسلامي الإنقاذ. هذا دغدغة لمشاعر جماعة الجبل الإسلامي الإنقاذ، أنني عندما أصبح رئيس سأعيد النظر في قانون المصالحة ويصبح علي بالحاج ومن معه زعماء تاريخيين. مثلهم مثل الجماعة اللي قادوا ثورة التحرير 1954، لأنه المجاهدين في 54 كانوا في نظر الاستعمار الفرنسي إرهابيين، فلاقة قتالة إرهابيين، بعد الاستقلال أصبحوا مجاهدين وشهداء. بالنسبة لبن قرينة بعد فوزه بالانتخابات كرئيس أو كنائب رئيس، يعني المشروع هذا هو رئيس أو نائب رئيس، يغير من قانون المصالحة ويصبح الإرهابيين هذو اللي راهم إرهابيين الآن يصبحوا مجاهدين وشهداء، يولي يسموه الشهيد بن وسموه هذاك يا ربي عنتر زوابري، ويسموه باسمه ثانوية الشهيد عنتر زوابري، مطار الشهيد زيتوني، الشهيد زيتوني. أمر خطير، أمر خطير. شوف يعني الوقاحة نتاع تحاشية الرئيس تبوني مطبعينه على راسه، وين وصلنا؟ نفس الشيء. شوف لما تسمع كلام كيما هذا، انا بصراحه يعني يحطمك، يحطمك. حنا كنا نسمعوا انه بعد محاكمه افراد العصابه اصحاب الملايير، الشعب الجزائري كان يحلم باسترجاع الاموال المنهوبه اللي هي بملايير الدولارات، واسترجاع العقارات الموجودة في الخارج، في إسبانيا فنادق علي حداد، في فرنسا، في بريطانيا، الناس عندهم كولينات وكذا، وكل عندهم أملاك في الخارج. كلنا كان يحلم أنه في يوم من الأيام ينوض يفتح عينيه يلقى خبر عاجل استرجاع الفنادق التي يملكها علي حداد في إسبانيا وفرنسا وأمريكا وكذا وفي دبي وكذا، استرجاع العقارات التي يملكها العرباوي ومعزوز وفلان وفلان وطحكوت والآخر سموه كونيناف وكذا في أوروبا في أمريكا. هذا هو الحلم تاعنا. بعد 5 سنوات من المحاكمة وكذا وكذا خرجوا لنا قال لك باللي الدولة استرجعت الأموال، وشني ما زاد علني أملاك الدولة في رويبة وفي الدار البيضاء، قال لك مازاد علني رانا استرجعنا الأملاك ورايحين نبيعوا لكم الكرسي والطابلة والسروال والجاكيطة والسليب والتقاشر تاع علي حداد، مازاد علني رايحين نبيعوا لكم، يعني الأموال المنهوبة ولات لنا في تقاشر وسليب والسروال جين مقطع تاع علي حداد رايحين نبيعوه في